السلام عليكم. في الفيديو ده هنتعرف على كيفية تفعيل الوضع الليلي او الدارك مود في حسابك على التيك توك. طريقة سهلة جدا وبسيطة. بتفتح تيك توك على الملف الشخصي الخاص بيك عن طريق الضغط على خيار الملف الشخصي اللي موجود في اسفل يسار الشاشة. بيفتح معانا الصفحة دي، بنضغط على الثلاث خطوط الافقيين اللي موجودين في اعلى يسار الشاشة. عند بعض الناس بيكونوا ثلاث نقط رأسيين، بنضغط عليهم. بيظهر معانا في الاسفل خيار الاعدادات والخصوصية، بنضغط عليه. بيفتح معانا صفحة الاعدادات والخصوصية. بننزل في الأسفل لحد لما نجد خيار اسمه العرض، بنضغط على العرض. بيفتح معانا الصفحة دي. عندنا هنا خيار فاتح وهو الخيار المفعل حاليا، وخيار داكن. بمجرد الضغط على خيار داكن بيتم تفعيل الوضع الليلي زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة، وبيتحول تيك توك بالكامل إلى الوضع الليلي أو الدارك مود. دي كانت الطريقة. ياريت لو استفدت من الفيديو تضغط لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وشكرا جزيلا على المتابعة.